رقم قياسي سجله عداد وفيات كورونا يوم الخميس. الرقم المرعب أتى معطوفاً على تغريدة مخيفة لمدير مستشفى الحرير الجامعي الدكتور فراس أبيض، قال فيها: في 24 ساعة الماضية فقط أصيب 4 مرضى كورونا بسكتة قلبية، من بينهم فتى يبلغ من العمر 19 عاماً. الأمر جاد، لا يجب أن يفشل الإقفال، لا يمكن أن يفشل الإقفال. إليكم قراءة في أرقام الوفيات. أبيض في اتصال مع صوت بيروت انترناشنال أكد أن السكتات القلبية قد تكون أسبابها الطبية متعددة، كتأثير كورونا على تخثر الدم ما يسبب التجلطات، أو الأهم هبوط نسبة الأكسجين لدرجة كبيرة ما يؤدي إلى توقف القلب. وفي سؤال عما إذا أصبح الفيروس أكثر فتكاً ما أدى إلى ارتفاع أعداد الوفيات، استبعد أبيض هذا الأمر مؤكداً أن جملة أسباب لا بل سلسلة مرتبطة تؤدي إلى ارتفاع أرقام الوفيات، وهي: أولاً، فقدان أدوية أساسية في الصيدليات من أجل العلاج في المنزل. ثانياً، النقص في المواد والمستلزمات الطبية الأساسية لمتابعة والتنبه إلى نسبة الأكسجين في الجسم. ثالثاً، التأخر في تشخيص حالة المريض وتقدير الوقت الضروري لنقل علاجه إلى المستشفى. رابعاً، تأخر المستشفيات في إدخال المريض ومعالجته بسبب نفاذ قدرتها الاستيعابية. وفي ذلك كله، سلسلة تأخير تزيد حالة المرضى سوءاً، ما قد يرفع عدد الوفيات. أبيض حذر: هذا الرقم مثير للقلق، والأسابيع المقبلة ستكون صعبة. التخوف من الأيام المقبلة نقلته أيضا مستشارة رئيس الحكومة للشؤون الصحية وعضو لجنة كورونا بترا خوري في اتصال مع صوت بيروت انترناشنال. خوري ردت سبب ارتفاع أعداد الوفيات إلى تراكم ارتفاع أعداد الإصابات الذي شهده لبنان في الأسبوعين الماضيين. خوري استبعدت أن يكون التأخر بإيجاد مستشفى السبب العلمي المباشر لتصاعد الوفيات، إذ إن بالأرقام نسبة الذين يموتون في بيوتهم أقل بكثير من أولئك الذين يموتون في المستشفيات. خوري طمأنت أن ما نشهده طبيعي وما سنشهده في الأيام المقبلة طبيعي أيضا، فنسبة الوفيات في لبنان تشكل 1.9 وفاة في كل مليون نسمة، وفي مقارنة مع أكثر الدول الأوروبية انتشارا للفيروس يمكن اعتبار الوضع في لبنان أفضل حالا من غيره، ففي إسبانيا نسبة الوفيات تشكل 3 في كل مليون نسمة، فرنسا 6 في كل مليون نسمة، بريطانيا 8 في كل مليون نسمة. في المحصلة، ولنكون واقعيين، سنشهد في الأيام المقبلة ارتفاعاً بأعداد الوفيات بسبب الارتفاع المتصاعد لأعداد الإصابات والحال المزري للمستشفيات، فالحل الوحيد خليكن بالبيت.